مش 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 باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحلام 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف لعبت ولا تحوش شوف الحاكم بالمتراك تاكاتك ما على بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف فرطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاح ليش تهرب في نسال ما تحاجبين زعما ترضى هالبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدام كفو ما ترضاش الشر لصغارك كالور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك تحكي معاك من الصفرانس انا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس عذير رئيس البلاد شعبك مال بشعب من زبلة كلاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصرقات بلاد شعبك مال بشعب من زبلة كلاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصرقات رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كالكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلاب ورطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أعلن ليلة أمس الاثنين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية أن عدد المشاركين في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجديد بلغ إلى حدود 10 ليلا موعد غلق مكاتب الاقتراع 2,458,985 مقترعا من إجمالي 8,929,665 مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة، أي بنسبة مشاركة في حدود 27.54%. وقال حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونسي لصبر الآراء مساء الاثنين إن 25% من الناخبين شاركوا في استفتاء 25 جويليا الجاري، وأضاف في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي التونسي أن 92.3% من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد. وأوضح الزرقوني أن نحو 75% من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة أمس إن الشعب سيسترجع ثرواته وإن من أجرم بحقه لا بد أن يدفع الثمن طبق القانون، وذلك في ساعة متأخرة من ليل الاثنين خلال توجه سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، حيث خرج عدد من المواطنين احتفالا بالدستور الجديد. وأضاف سعيد في تصريحات للصحفيين سنواصل معا بناء تونس حتى تعود كما كانت، تصريح نثار جدلا كبيرا في أوسط المواقع الاجتماعية التونسية خاصة عند الشباب حول ما سماه بكما كانت. فهل يا ترى سعيد يحن إلى دكتاتورية بن علي أم ربما إلى دكتاتورية بورقيبة؟ ومن جهة أخرى طلبت جبهة الخلاص الوطني في تونس الرئيس قيس سعيد بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها أي مبكر. جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجبهة الثلاثاء فيما لم يصدر تعقيب فوري من مؤسسة الرئاسة التونسية بهذا الخصوص. واعتبرت الجبهة ذاتها أن سعيد فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي وفقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم. ولمناقشة أعزائي المشاهدين هذا الموضوع وحيثياته في هذه الحصة يشرفني أن أستضيف ضيوفي اليوم. هنا في الاستوديو سيكون معنا الأستاذ سامي عبد السلام وهو مختص نفسي. أستاذ عبد السلام مرحبا بك. أهلا وسهلا بك حسين، شكرا على الاستضافة في الوقت المناسب. شكرا يعطيك صحة، شكرا لك على الحضور. معنا أيضا بشير عبد السلام هو أيضا أستاذ محلل سياسي. بشير عبد السلام مرحبا بك. مرحبا بك أخي.
مرحبا. معنا ايضا عبر خدمه السكايب الاستاذ نصر الدين سويلمي، وهو اعلامي ناشط سياسي وحقوقي. استاذ سويلمي مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. مرحبا. نبدأ بك أستاذ ربما سامي عبد بشير عبد السلام، لأنه بشير عبد السلام قلنا ما عندوش بزاف الوقت، دونك نبدأ من عند الأستاذ بشير عبد السلام. بشير عبد السلام، ربما تعليق أولي حول هذه النتائج. التعليق الأولي، نعم عفوا، التعليق الأولي حول هذه النتائج أن قيس سعيد برغم أنه استولى على السلطة منذ سنة كاملة، كانت بين يديه كل الإمكانيات أن يقوم باستفتاء ناجح بين قوسين وأن يتواصل مع أغلبية الشعب التونسي، لكنه برغم كل هذه الإمكانيات فشلا ذريعا بأن تكون له أغلبية واضحة وأغلبية مريحة. وهو أغرب ما يمكن أن تعطينا إياه هذه الأرقام التي هي طبعا مزورة ولا شك، لأننا لم نلاحظ في قرابة 12,000 يعني مكتب. أستاذ بشير، يعني حتى في نتيجة مثل 27% تشككون يعني في نزاهتها؟ لا، ليس نحن ما نشكك. نعم. من نشكك؟ الذي شكك في هذا هم المراقبون، الذي شكك في ذلك هو أغلبية الشعب التونسي الذي لم يذهب إلى مكاتب الاقتراع، الذي شكك بذلك في الصحافة العالمية التي لم تحصل على صورة واحدة لعشرين أو ثلاثين تونسي يصطفون أمام مركز واحد للاقتراع. لم تظهر صورة واحدة لواحدة من 12,000 مكتب الاقتراع في الداخل وفي الخارج لعشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين تونسياً يقفون مثل ما وقفوا سنة 2014 وسنة 2011 وفي كل الانتخابات الأخرى أمام مراكز الاقتراع. ليست لنا صورة واحدة حتى صورة تمثيلية لعشرة أنفار أمام مكتب للاقتراع. من أين أتوا 2.5 مليون؟ وهي فضيحة بيتم معنى الكلمة أمام كل العالم، أي أن هذا الرجل فشلا ذريعا منذ سنة أن يجد حتى حلفاء من القوميين ومن اليسار ومن الوطد المتطرف ومن المتطرفين ومن القوى الصلبة، حتى من الجيش حتى من الحرس حتى من الشرطة الذين كان بإمكانهم أن يصطفوا لباس المدني أمام مكاتب الاقتراع، لم يصطف عشرة أنفار أمام أي مكتب للاختراع، إن كان في تونس العاصمة أو إن كان في المدن الكبرى أو إن كان حتى في الأرياف أو في وأنا موجود في باريس وإن أو في مكتب للاختراع خارج تونس. شيرة، ليس ذلك ما يقوله قيس سعيد يعني في تصريحاته أمس ليلا في شارع بورقيبة، قال بأن لو تم تنظيم الاستفتاء على يومين لكانت نسبة المشاركة أكثر، وقال بأنه درجة الحرارة هي التي يعني حالت دون تواجد يعني الآلاف أو الملايين أمام المدارس. كان بإمكانه أن يقوم بهذا الاستفتاء إذا في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر، لماذا اختار 25 جويلية؟ لا يجب أن نضحك على ذقون الناس. البارحة في الحقيقة هناك عرف ديمقراطي وقع في تونس، أن تونس وأهل تونس الذين تطبعوا بحرية وحريات الثورة وبتصور لبلادهم من خلال ما قاموا به منذ 10 سنوات وتبعا للانتقال الديمقراطي مجوا وعافوا هذه المطرحية المقيتة، ولم يذهبوا طبعا إلى مثل هذه الاستشارة، ولذلك فشل هذا الرجل ومن معه من المتطرفين في تونس، فشلا ذريعا بالرغم أنهم يستولون على السلطة كاملة وبالرغم أن لهم كل إمكانيات الدولة، فشلوا حتى في عملية التزوير، فشلوا حتى في عملية التنفيذ. ولذلك نعتبر أن مثل ما قال أستاذ البشير، نعم أتم الجملة إذا نعم
مثل ما قال الأستاذ نجيب الشابي رئيس الجبهة المعارضة، نحن نعتبر بأن دستور 2014 لا زال قائما وشرعية 2014 لا زالت قائمة، واليوم سيتصرف بداية من هذا الأسبوع ولا شك الجبهة، جبهة الإنقاذ وكل القوى الوطنية في هذه الشهور ستتصرف ولا شك بشكل آخر من أجل قطع الطريق على مثل هؤلاء المتسلطين وهؤلاء السراق. بماذا تفسرون أيضا وجود الآلاف من المواطنين أمس ليلا في استقبال سعيد؟ نشوف صور ثم أعود إليك أستاذ البشي. الاجتماعي والديمقراطية التي قيل أننا نعيشها كانت ديمقراطية شكلية، كانت ديمقراطية للاستهلاك في الخارج. ليست ديمقراطية شكلية كما عشناها منذ عقود وعقود. سيسترجع إن شاء الله الشعب ثرواته، ومن أجرم في حق الشعب التونسي لا بد أن يدفع الثمن طبق القانون، ولن نترك أي مليم لمن سطى عليه لأنه أخذها من جيوب الأموال، أخذها من جيوب الفقراء. أستاذ البشير عبد السلام، آخر سؤال لي هو يعني صور توضح قيس سعيد المنتصر، ولكن على من؟ على نفسه، انتصر فقط على نفسه، انتصر على بعض من أوهامه، تصور لازال يتصور أن الشعبوية قد تبني بلدا، وأن الخطابات الجوفاء قد تبني بلدا وتبني حضارة وتبني مدنية. منذ سنة لم يفعل أي شيء، لم يقدم أي شيء لبلادنا ولوطننا وللانتقال الديمقراطي الذي كان يؤمن به، ولكنه قدم لنفسه خدمة بأنه يريد أن يبقى رئيسا مدى الحياة داخل بلاد ترفضه وداخل ومع شعب يرفضه. سنرى في الأيام القادمة ماذا سيكون عليه الوضع في تونس، وماذا سيقدر عليه الوطنيون في تونس. هذه أزمة من أزمات دولة في حالة انتقال ديمقراطي، ستخرج إن شاء الله من هذه الأزمة منتصرة، وسيخرج الشعب التونسي منتصرا. الشعب التونسي أعطى مثالا منذ 10 سنوات بكيفية الانتخاب وكيفية إدارة الحوار الوطني الداخلي، وأنتم ولا شك تابعتم أصدقاء هذا الرجل منذ شهر وهم يتقيؤون في التلفزيونات العمومية والخاصة في تونس ويقولون كلاما غريبا ويقدمون أنفسهم على أساس أنهم المفسرون، ولكن لم يقدر على أن يستقطب مثقفا واحدا يمكنه أن يقول 4 جمل جيدة في التلفزيون الوطني التونسي. وقد تابعنا جميعا منذ شهر كيف أن أصدقاء هذا الرجل المفسرون والذين يدافعون عن مشروعه لا يقدرون تركيب جملة أو جملتين باللغة العربية، فما بالك بلغات أخرى. نحن أمام هذه الجملة الأخيرة نحن أمام ظاهرة شعبوية متخلفة غريبة على بلادنا وغريبة على الانتقال الديمقراطي وغريبة على تونس والتونسيين المثقفين والمرهفين، وهي ستنتهي بسرعة مثل ما جاءت بسرعة. شكرا أستاذ البشير عبد السلام، يعطيك صحة، إلى الملتقى إن شاء الله.
أستاذ سامي، هذا الاحتفال بالفشل، ما هي الرسالة يعني وراء هذه الاحتفالات بالفشل عند كل هذه الأنظمة التي نسميها يعني الآن بالأنظمة الشمولية؟ نفس المشهد رأيناه وشهدناه أو عشناه في الجزائر مع يعني الاستفتاء حول الدستور. هو المؤكد جدا أن المشهد يعني تقريبا يتكرر. يعني الناس الفاشلين يستعملوا نفس الأساليب، يحتاجوا إلى ديزابوي، يحتاجوا إلى أشياء ركاز بشي تركوا. وأنت المختص النفسي طبعا. يعني هما الآن يكفي أن مجموعة من الناس تصفق وتهلل سيبهم بالنسبة لي هو، وشفناه شفناه داير الصورة معبرة جدا الحقيقة. في ملامح وفي إذا ممكن نشوفوها يا شباب البنية مع جنب الجنب، هذيك عندها دخل كبير كبير بشكل كبير جدا، مش يوريك أنه في نهاية الأمر يكفي أنه تكون نحن نقوله في تونس واحد يزغرطوا له في أذنيه، معناه يكفي أنك عندك نخوة ولكن تحتاج إلى شكون ينفخ فيك. دونك هذا اللي وقع. وثم فما حاجة غريبة جدا اللي هي يعني خاصة بقيس سعيد، عنده بصمة خاصة على بقية الدكتاتوريين. أنا يذكرني الحقيقة بهتلر حتى كي حب يقود أمة كاملة وشعب كامل، يعني على دايما عندك الملامح متاع الإنسان المتعصب، متاع الإنسان المتقلق، متاع الإنسان اللي يبحث على أي منفذ يخرج منه. قيس سعيد تقريبا بنفس الأسلوب اللي يستعمل فيه الآن، يكفي له أنه مجموعة يكونوا فرحانين باش يرجعوا له الأمل اللي هو يأس في ذاته، لأنه تعرف يعني شارع الحبيب بورقيبة صغير، يعني مش حاجة كبيرة، مش حاجة فهمت. وثم ما تنساش سي حسين أنه الكاميرا اللي صورت هي كاميرا الحدث والعربية، بالتالي معنا الوحيدين يعني الرسالة واضحة، لا واضحة جدا، لأن الخدمة مخدومة بشكل على أساس وكانت في الليل. دونك الأضواء نتصور أنه لو كان نحسب الناس الكل اللي جاوه، ولكن ما تنساش الناس اللي جاوه معنا مش شعبوي، معنا ناس وفات جاية أكيد راي خلصة، أكيد راي عملينهم معنا جاو ناس بيت واحد بيش يجي. دونك أنا أعتقد أن يعني نفس السيناريوهات اللي كنا نشوفوها مع مشار الأسد، مع تبون، مع بوتفليقة، ما ننساوش أنه بن علي نهار الفشل الحقيقي أحداث سبتمبر الناس خرجت للشارع وزمت وك بالألاف. بالألاف. بالتالي الصورة هذه لا تعبر عن حقيقة الشعب التونسي. الشعب التونسي تعرف أنا الحقيقة لم أتوقف على 25% توقفت على 75% على البقية. بقية وين؟ الأصل فيه هذا هو السؤال. أي طبعا سؤال كبير، أنه طيب الأخوين فين كانوا؟ في البحر؟ كانوا في العريس؟ قيس سعيد اسمح لي، قيس سعيد يعني أعطى إجابة يعني ماشي بعيدة من تصريحك. وبسبب الاكتظاظ في الطرقات لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى مراكز الاختراع. لا هو الحقيقة هذه الذكة فيها بشكل كبير، لأنه اللي قالوا أنه الاستفتاء معناها فما أقمار صناعية هي اللي قاعد تشوش على الاستفتاء، معناها تصور انه للدرجه هذه معناها استبلاء شعوب، استحمار شعوب، وهكذا هي الناس يصبح دكتاتور لانه فعلا يستغل ويستثمر في حمق بعض الناس. تونسي مش احمق، مش الكل سامحني. طيب برا اعتبار يا سيدي ما 25% و25 لازم نفهموا انه راهو فيهم وعليهم، معناها مخلطه الحكايه. دونك نتصور انا عمليه الاستبلاء مازالت متواصله، وهو معناها سي ان باساج اون فورس كما يقولوا، هو الان قاعد يعمل في عمليه قيصريه، لازم يخرج الجنين من بطن امه وهو ميت، لازم يخرج حي مهما تكون، ولو بالصياح ولو وهذه الحقيقه هي المساله الخطيره جدا في تونس. اني السؤال الكبير هو ماذا فعل، ماذا وقع حتى يقع استبلاء مجموعه من التوانسة؟ لي انا بالنسبه لي انا قيس سعيد هو يستثمر في موروث تونسي في علاقه الحاكم مع المحكوم، ولكن يستثمر في الفشل. اي لا يستثمر في ما تركه بورقيبه للشعب التونسي، ان الزعيم انا ربكم الاعلى، انتم مش فاهمين حد شيء، وانا ابوكم وكذا. طبعا بالتالي مازلت عن عقليات متحجره مع الاسف شديد، وخاصه بائعة الضمير، وهذا هو الان اللي قلقني، وهذا الحقيقه. شكرا استاذ نصر الدين سويلمي.
ما هو تعليقكم على هذه النتائج وخاصة على ما قيل في هذا الاستوديو الآن حول مستقبل ربما الانتقال الديمقراطي في تونس؟ تونس التي كان كل يعني دول المغرب الكبيرة وحتى العالم العربي ينظر إليها أنها تجربة ناجحة في الانتقال الديمقراطي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا بأس من المرور على هذه الجريمة والحديث عن تفاصيلها، ولكن لا يجب أن نتحدث عن مشروعيتها، يجب أن نتحدث عن تفاصيل الجريمة وأدواتها وأطرافها، بعيدا عن التورط في الحديث عن شرعية الجريمة من مشروعيتها من أصل تبرئتها. نحن بصدد جريمة كاملة من سوف الأركان. الجريمة هذه عندها تفاصيلها، ما هي جريمة الانقلاب فقط، ما هي جريمة خيانة المؤتمن فقط، ما هي جريمة قتل جماعة يعني على مستوى التلقيح، نعرفه اللي هو خب التلقيح وظهرها في 26، فهذه جريمة كبيرة ياسر، والناس قتلت بعدين إذا كان تم قضاء عادل، ونحن لدينا إيمان كبير جدا بأن الثورة ستعود، الانتقال الديمقراطي سيعود إلى السكة، والثورة ستعود إلى وجهها الحقيقي، وبعدين سيكون لكل حديث ستكون هناك حسابات كبيرة جدا، لأنه تم مجموعة من الناس، تم مجموعة من المواطنين مش هينة تسببوا في قتلهم على الأقل على مدى 3 أشهر، عندما قام بمعناها بتخبئة التلقيح من أجل إحداث ضغط في الشارع تمهيدا لانقلابه. ما نحددش ياسر الحديث على تفاصيل الاستفتاء وتفاصيل وهل هو وهل يعني وهل كذا، يعني مسرحية هو ماضي فيها، كل نظام شمولي يحب ينسج طريقة خاصة به وفق المحيط نتاعه، وفق تفاصيله الداخلية، ولكن في الأخير في التضاريس الكبرى أنت تتحدث على انقلاب وتتحدث على شمولية على ديكتاتورية اللي المنطقة كل تعرفها، وإلا إذا كان مش ندخل في التفاصيل يعني مش نقول تفاصيل جدية، يعني مش تفاصيل تشريح الجريمة مثال، تشريح الجريمة أدوات مثال، ولكن إذا كان مش ندخل في تفاصيل جدية شنو نحكوا على الانتخابات في سوريا وكيفاش وحفظ أسد عنده حق ولا ما عندهش حق، والانتقال الديمقراطي السلس بين حافظ وبين بشار، وكيف كان وهل يجوز وهل لا وهل هو صح، هذه الدوامة اللي الحمقاء اللي كانت تقبل تنطلي على الشعوب لما كان تم جهاز تلفزة واحد وجريدة واحدة ومذياع واحد، اليوم خلاص انتهى الأمر، ما عادش لازمك تواجه حقيقتك، انت تواجه نظم ديمقراطية يلزمك تتعامل معها، فقط يلزم جيد جدا انك تفصل، انك تقدم الديكتاتورية قدامك تحللها وتفككها باش الناس تعرف، منين مقابض النظام، منين تبدا، منين تستهدف النظام الشمولي هذا. اعتقد ان لو كان لخص وش حاب يقول هو بهذه كله، المسرحية هذه كله عملية تأطير الانقلاب ضمن ترسانة من القوانين المجيرة الهزلية أكثر منها، وش حاب يقول؟ هو كان أمام زوج خيارات، أمام خيار أنه يذهب إلى ديكتاتورية مصرية قاحلة قاتلة، وهذا ما قدرش عليه، يبدو أنه قام بمحاولات ما قدرش عليه، بعد ذلك حب يذهب إلى الديمقراطية الموجهة، هذا غير التجربة الجزائرية، التجربة المغربية. ولكن هو الاشكال عنده اشكال هنا، لانه هو ما عندوش مقاومه البقاء مثل النظام الجزائري ولا النظام المغربي، صحيح. اللي هو يقدر يوجه الديمقراطيه، ولكن ثم ابوه من فوق المؤسسه الملكيه والمؤسسه العسكريه هي القادر تسيج العمليه كلها، هو الان يحب يبحث على الابوه هذه وما لقاش، لانه ما عندوش ماكينه حزبيه، ولانه الجيش مازال الجيش منحاز ليه، ولكن الجيش ما يقدرش يمضي معه الى الاخر ويقاتل معه ويقاتل يا مقتول، الجيش منحاز ليه لانه هو مازال قوي، ولانه في مراحل تم تغذيل الساحه، تم تذمر كبير جدا، هو تمعش من الكتله المتذمره، الكتله الناقمه، الكتله اللي اصبحت طرف المشهد عبثي، واصبحت دخلت عبثيه الكاميكاز المغامراتي، يعني تغامر اي انسان لو تعطيها جاز سبسي خرجوا ليه يا بشبوش، لو تعطيه ما نعرفش، لو تعطيه شبه ادمي يراهنوا عليه، عليك لانه ثم نخبه ثقافيه دكت، ثقافيه سياسيه نقابيه اعلاميه
دكت الساحه واثخنتها وقدمت وجه اخر مغاير تماما لوجه للوجه الحقيقي لمراحل الانتقال الديمقراطي ومتطلباته، ثم كثير من العوامل اسهمت في وصول الشخص هذا اللي هو شخص الصدفه، لانه شخص لما تحدث على انظمه اخرى على الاقل ثم انظمه ناسله من المؤسسات العسكريه. ربما استاذ سويلمي، ربما هذا يفكرنا باحدى تصريحات قيس سعيد، يعني كي جاء الحكم قال بأنه عندما الشعوب ترفض مشروعاتها هو في الحقيقة ترفض الشخص وترفض، فهل كيف يكون يعني رد فعل، كيف تعتقدون أن يكون رد فعل قيس سعيد في الأيام المقبلة يعني حول هذه الضربة يعني الموجعة؟ أي نحن نتحدث على أن ثم فاصل بين 25 و 26 هو عملية التدحرج، عملية الضمور لقيس سعيد، لأنه مش يبدأ يواجه المشاكل الحقيقية، مش يبدأ يواجه المتطلب، هو طرح حزمة من الوعود، مش يبدأ يواجه الوعود هذيك، ومش الجماهير في ذهنها أن تخلصت من الكابوس اللي عمله لها الإعلام وكل اللي رغم هذوما سراق هذوما كوارث هذوما قتل هذوما باهم هذوما عليهم، الجماهير تخلصت من ذاك، انتهى الأمر في بون، الأمور في دين الملك في دين القيصر في دين المنقذ في دين المخلص في دين لقمان الحكيم، الفولون عنده وباش يمضي. إذا غدوة غدا اليوم 26 هو بداية الانحدار وبداية العد. أنت النخبة السياسية ما عليها إلا والنخب بصفة عامة السابقة ما عليها إلا أنها تراكم نضالها وتواصل نضالها، لأنه هو قادم بك مغادي وأنت صاعد، أنت صاعد بنضالك وهو قادم بالنهج، تنهج فيه المطالب، ينهج فيه المجتمع، يلزمه يوفر ما قال عليه. أنت تحدث على إنسان جاء قال أنه ثم جحيم وأنه كل الخيرات البلاد في دهاليز مغلقة أغلقتها الناس هذوما يحبوا يقتلوكم، الآن خلاص أنت عندك كل السلطات، عندك مختلف القوى الحاملة السلاح، تقدر تكسر الدهاليز هذه، تقدر تجتاحها وتقدر تخرج الثروات، تنثر الذهب والألماس على الشعب. أنت مش يعمل هذا، هو باش يلقى روحه من اليوم باش يلقى روحه قدام كارثة كبرى جدا، الناس المحيطة به ناس مجرمين. يعرف السيد هذا ما نتحدثوش على مشروع، نتحدث على مرحلة، كم قديش قيمة الدمار، قديش توسيعة الدمار، قديش الرقعة اللي بيش يدمرها حتى يمضي، وهل بعد قادرين أن نرمو الدمار بتاعه ولا لا؟ لأنه في الأخير اليوم هنا في 26 جويلية 2022 سجلوا النقطة دي، سجلوها مليح، رغم في آخر المطاف السيد هذا باش يمشي للراضي، باش يمشي لمستشفى، باش يضطرها يستظهر ملفه، وباش يمشي لمستشفى الامراض العقليه، وباش يروح للشعب. شعبه باش وبعدين المحب السياسيه اللي باش تجي باش تربط تحط رجل على رجل، انت الشعب يكمل استاذ سويلمي، ماذا عن تصريح قيس سعيد امس ليلا جوستومو عندما قال سنواصل معا بناء تونس حتى تعود كما كانت؟ التصريح اثار جدل، يعني انا شفت صباح المواقع الاجتماعيه التونسيه الناس تضحك والناس تتساءل، يعني هذا عن اي عهد يتكلم هذا الرجل؟ يعني كما كان انت اذا كان انت حاسم فتعتبرها كلها كوارث من 56 الى 2021 تاريخ الانقلاب، معناها كما كان تتحط على مرحله الاستعمار، وهو ما يتحط على مرحله الحمايه، لان هو حسم في المرأة في الـ في الـ في الـ في الدوله الوطنيه من 56 الان. إذا واضح الأمر، أنت إذا كانت تحدث على حاجة مغرية باش ترجع لها، راك تحدث على المقيم العام وتحدث على الصبيحية والقوادة والحبيب، هذا وحده مش غادي بعدين، لأنه هو من نعرفه أنه تقريبا أول رئيس جمهورية قبل اكتاف رئيس فرنسي، ونعرفه مليح لأنه أول رئيس تقريبا في إفريقيا في مستعمرات فرنسا، أول رئيس برع فرنسا من تهمة من كارثة من جريمة الاستعمار، وهبها مع هبة الحماية، أصبغ عليه هبة الحماية. السيد هذا يقول ما لا يعي، هو فقط إنسان عنده مرض البارانويا، مرض الجنون العظمى، هو انطلاقا من مرض هذا هو اعتقد، قبل كان يعتقد تقريبا بنسبة 50% أنه مخلص منقذ، ثم نخبة مجرمة راهنت على إسقاط الربيع العربي، إسقاط الثورات، وإسقاط الانتقال الديمقراطي لحسابات متعددة، يطول شرحها ماهوش ربما المساحة ما تكفيش. النخب هذه هي الهجناته
استاذ سويلمي من فضلك سنعود الى هذه النقطه، يعني قضيه النخبه وقضيه الاحزاب السياسيه في تونس وردود الافعال. استاذ سامي، ربما رغم كل ما يقول يعني تفضل به الاستاذ سويلمي من حقائق طبعا، الى ان الكثير من كاين تونسيين اكثر ايضا كاين احزاب كاين شخصيات يقولوا بانه امس كان ميلاد جمهوريه جديده تونسيه. هو ولكن سامحني انا اعتقد اني مش نوافقك برشا على الكلام تاعك، لانه يبدو لي الان قاعدين نشوفوا في جزء من الصوره. نعم. وجزء ضئيل، خذها بالبورسنتاج مثال بالنسبه 25 هذيك صوره، وصوره مزيفه، صوره مرآه معناها نقولوا احنا مكسره. نعم. لكن الصوره الاكبر اللي احنا نحتاجوها هي صوره 75%. 75% نحي الأولاد الصغار ونحي الناس اللي ممكن ما تهتمش بالسياسة. بالتالي أنا أعتقد أنه لابد باش تحديثنا يكون موضوعي تكتمل الصورة. الصورة هي أنه فعلا فما نسبة قليلة جدا من الشعب التونسي انطلت عليه الحكاية ومشى معاه وجاء صفق له وهلل له وآمن به، متأكدين معناها مش إشكال هذايا. ولكن فما نسبة كبيرة من التونسيين اللي هما الآن فايقين بالحكاية، واللي هما الآن بالنسبة اللي هما قاعدين يقولوا باسطة بطريقة أو بأخرى، واللي هما الآن عليهم نعولوا عليهم أو العولوا علينا إحنا 75 باش نقلبوا الطاولة من جديد. وهذا يبدو لي التحدي الكبير هو هذا. لأني شوف بالنسبة لي أنا أعتقد أنه الوعود متاعه وحديثه وكلامه والعبارات المستعملة يبدو لي الآن مستهلكة، يعني ما عادش تمشي. نعم. معناها مشيت في الأول ما تعرف دايما البوبوليزم وفات الشعبوية، الكلام تاعو حلو برش، الكلام تاعو يدغدغ المشاعر ويحط الإنسان في الأمل. اليوم بصح ليس كلام قيس سعيد فقط هذا أستاذ سامي، يعني يكون كيف سمعني مثلا، يعني لو نذكر لك يعني عدد الصحف العربية مثلا اللي تكلمت على الاستفتاء، نذكر لك مثلا الشروق التونسية، الشعب الجزائرية، الاتحاد الإماراتية، العين الإلكترونية، يقول بأن تونس أنجزت مرحلة هامة في مسارها السياسي. طبعا هذه الصحافة اللي خرجت اليوم طبعاً. طبعا هذا أمر طبيعي، لأنه لكل ديكتاتورية عندها أيضا مخزون، عندها أيضا موروث، عندها أيضا مساندين. يعني ولكن سمحني هذاك علاش نقول لك ان الصوره غير مكتمله، لانه يعني فما صحف وجرائد اخرى اجنبيه اكثر مصداقيه ما تقولش الكلام هذا. نعم. تقول انه فعلا تونس الان مقدمه على شخص يريد ان يختزل تاريخ شعب وشعب كامل في شخصه في ذاته. انا بالنسبه لي انا هو لا يحمل شيء، لا عنده لا مشروع ولا دستور ولا شيء، هو يحمل ذاته في نفسه، عامل جو على روحه كما معناها النارسيزم، نارسيسيزم، وهذا معناها انسان قاعد يشوف في روحه في قلته نتاع ماء وقاعد يشوف حاجه كبيره، حاجه كبيره برشا. وطبعا كما قلت يعني وكانك تتكلم على قيس سعيد وحده، يعني هل قيس سعيد اليوم وحده؟ لا شوف، ما كاش شخصيات وطنيه وراءه، ما كاش احزاب، ما كاش انتليجنسيا تونسيه وراءه. طيب سامح، يكفي انه نشوفه صادق بالعيد ونشوفوا مخلوم، نشوفوا الناس مصمم الدستور. اي طبعا اليوم معناه البارح يقول لك تقول نعم او لا، كيف هو مزيف. نعم. مزيف. نعم. دونك يبدو لي الان الامور واضحه. الان السؤال الكبير هو ما نجمناش نسال السؤال علاش وصل سي بون مالي فيه كما نقولوا. الان ما هو دور الناس الواعيه، الناس اللي فهمت اللعبة، الناس اللي بالنسبة لي هي لا يمكن معناها التعويل عليه؟ هو هذا السؤال الكبير الحقيقة. نعم. شيء طبيعي منطقي جدا أنه بشي القناس يساندوه، بشي القناس معناها يباركوله. أنا أعتقد أنه مشيته في شارع حبيب بورقيبة البارح وكخروجه هذيك مع الصورة هذيك صحيح بالنسبة لي. هو تونس الآن عنده الشعب كله، الشعب كما قال واحد من المفسرين متاعه، الشعب حتى في الجزائر كاين واحد خالي الشعب، نحبكم يا الشعب. فهمت معناها؟ رد بالك حتى العبارات لها دلالات كبيره على الخلفيه الذهنيه موجوده نتاع الاشخاص. لانه احنا وهذا ان نشكر بشكل كبير، لانه اكتشفنا اليوم الناس اللي تعدد في التلفزه باش تعطينا باش تتكلم على الاستفتاء هي مع الاستفتاء. معناها سامحني، معناها المستوى الادنى نتاع الذكاء اولا، يعني
يعني فما مشكلة الذكاء، فما ما فما ضد الذكاء، فما الحمق، وفما ناس في التعبيرات نتاعها في معناها آخرهم اللي هي صار أضحوكة في تونس الأسبوع الماضي، قالهم يا جماعة إذا تحبوا الشعب إذا تحبوا راهو البلاد تولي مليحة لازم تصوتوا لا، وهو جابش يقول لا أمر لابسيوس يبدو خلطة تعليل حكاية لا ونعمك ستغاء. دونك أنا أعتقد الحقيقة الصورة غير 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 كاملة، ما بنا الصورة تبدأ كاملة، تحط تونس كاملة، تحط جزء صحيح لأنه يعني هما الدكتاتوريين في العالم أجمع يتغذوا من البلة، يتغذوا من الحمقى، يتغذوا من الانتهازيين، يتغذوا من الناس اللي نقولوا احنا بسطاء، طبيعة الأنظمة ثم يكون النمو انتهى طبيعي الأنظمة صحيح صح. يعني هي نعم. هي أرض خصبة بالنسبة لهم نعم. يبني عليها نعم. ويبني عليها والأصل معناها الشيء الغريب جدا أنه دائما عنده لو كان واحد جاي يعمل تحليل راقي جدا بالتوبوغرافي متاع تونس لو كان لاحظتوا أنه شارع الحبيب بورقيبة مر عليه تقريبا 4 مرات بنفس الصورة وبنفس النسق وبنفس الإشارات. هذاك مشالوا كم مرة في نفس التوقيت بنفس الإشارات بنفس النسق نمام بوستور نفس العملية دكو يكرروا تلك الصورة. لذلك قلت لك يعني لماذا يعني هذه صناعة الفشل يعني في كل مرة لأنه مهم جدا نحن نمر فقط على مراحل مختلفة لصناعة الفشل. سمحني كيفاش تحب هذه يبني شخصه باش يصبح معناها قبل الناس الكل وهو يحكم البلاد لازم يعمل ديكور طبعا. لازم يصنع حاجة لازم يعمل حاجة هذاك اللي يوصل له. والحقيقة أن الشيء المستغرب ليه لأنه ضعيف الحقيقة معناها مش قوي برشا معناها فما طيب نشوفوا هتلر عمل حاجات ترى معناها حاجات كبيرة برشا. ولكن كاين أستاذ سامي كاين فيه سؤال ربما لم يطرح كثيرا عبر على الأقل دوموان على المواقع الاجتماعية هو يعني كنه هذا الدستور ما يعني هذا الدستور اللي جاب به قيس سعيد ما شفناش يعني تعليق أو نقاش حول مضمون الدستور هو رفض جملة وتفصيلا. هل فقط سؤالي يعني هل فقط لأن فيه المادة تقول بأن الإسلام ما رايحش يكون دين دولة يعني فيه النهضة وفيه جهات معينة ما قبلتش هذه الفكرة أو أنه حقيقة النزعة التسلطية والرئاسية المحضة اللي جت فيها هذا الدستور هو اللي أدى أن الشعب يعزف على هذه الفكرة. لا هو فما أتعس من هذا صياغة الدستور اللي كتبت بيد قيس سعيد بذاته نعم معناها صياغة متاع مستوى أقل من الابتدائي يعني في التوطئة الأولى نعم. اكتشفوا أساتذة يعني العربية يعني حتى انتقادات في اللغة لا العربية لا نعم. طبعاً الشكل نحكي عن النحو على الصرف على صح القواعد صح اللغوية اللي هي بسيطة جداً لقينا مشكلة كبيرة يعني هذا السيد يشتغل وحده يعني وحده لا هو وحده لأنه مش ممكن يعني دستور دولة ليه يكون لا فيه أخطاء لا إملائية لا وحده الدليل على ذلك عمل مجموعة قالوا أنتم تكتبون الدستور نعم. ثم أخرج لهم كما كل منديل يخرجوا واحد يجيبوا يقولوا جماعة بركة يعطيكم الصحة أنتم كنتم صورة وأنا قمت بالواجب. لا شوف الحقيقة لأن الفرح له بشكل كبير أنه في كل مراحل بناء ديكتاتورية متاعه فاشل في كل المراحل. والله جملة مليحة مراحل بناء ديكتاتورية صدقني ما ثماش مرحلة نجح فيها ما ثماش لأنه الأصل فيه كي تبني أنت مثلا طوب بورقيبة مثلا ولا نعم. زين ولا غيره فما بنية فما معناها تبنى حاجة تبنى هذا ما بنياش هذا مشكلته معناه يبني حاجة وبعد نشوفه أنه البني أكبر دليل أنه هو نفسه قال صحيح الدستور فيه هنات فيه خلل فيه هاي يزمني الراجع من أطانا يا عم خبلام سامحني شقعت نعم دونك فما إشكال كبير لأنه يبدو لي أعتقد أنه يترجم عن فشل حقيقي من الناحية الذهنية والعقلية والذكائية والنفسية والاجتماعية وهذا ولكن رد بنا يلزمنا رد بنا لأنه هذا يناسب القوى اللي تحب تدمر البلاد ينسبها تحب تتعامل مع أشخاص من نوع هذا. هل فيه قوى خارجية أيضا؟ طبعاً النظام الجزائري في مثل هذه المناسبات يقول العدو الخارجي اليد الأجنبية دائما كاينة. سي حسين شوف احنا المتأكدين منه اليوم تونس لصغارها ولمكانتها الجيو معناها السياسية يبدو لي أنه الآن ولا واحد
في تونس أو في الخارج يمكن أن تونس ليست تحكم نفسها. تونس يحكمها من برا. نسمعوا قيس سعيد شوية ثم نواصل مع الأستاذ سويلمي. قيس سعيد يا شباب. الاجتماعي والديمقراطية التي قيل أننا نعيشها كانت ديمقراطية شكلية، كانت ديمقراطية للاستهلاك في الخارج، ولكن الشعب تركوه ونسوا مطالبه وتناسوها، بل نكلوا به أكثر مما تناسوا هذه القضايا التي انتفض من أجلها الشعب التونسي وحقق معجزة بكل المقاييس. اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى، عبرنا من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق إن شاء الله هذا بفضل إرادة الشعب وبفضل التشريعات التي ستوضع لخدمة الشعب التونسي. أستاذ سويلمي، أستاذ قيس سعيد يتكلم على بناء ديمقراطية، بناء جمهورية جديدة، بناء، وأن الديمقراطية اللي كانت جابتها الثورة هي ديمقراطية شكلية. أستاذ سامي هنا في الأستوديو يقول بأن هي مراحل البناء للديكتاتورية. طبعا هو بعض الديكتاتورية عملت فاصل في 2011 وقعدت تقوم بمحاولة باش ترجع الآن. طيب، هو قيس سعيد ما عندوش خيارات أخرى إلا أن يسوق عبارات مثل هذه، لأنه هو فقير على المستوى الثري، على المستوى حروف الحلق، فقير على المستوى الثراء سواء الفكري السياسي وخاصة السياسي واللغوي. صدر تم استهلاكه هو على مستوى الخطابات الجوفاء هذه كانت على السنوات الأولى. تم ناس انبهرت بالأمر هذا ومضت وراء. لماذا أستاذ سويلمي اسمح لي اشفع على الكلمة نتاعك يعيشك، ولكن يعني سؤال جاني الآن، يعني كيفاش يعني في مجتمعاتنا دائما هكذا، يعني نفس السيناريو أنه الرؤساء يصلون إلى الرئاسة إلى الحكم طبعا على ظهر كما نقولوا، يعني على ظهر الأقوياء، يعني كيفاش المعادلة هذه؟ يعني هنا أنت مش دخلنا في محور آخر، لأن كنت حبيت تدخل محور، يعني محاور مترابطة. نعم. لأنه في الأخير ما تقدرش ديما تبقى تلوم ياسر في الأشخاص، لأن يعني الأشخاص هذوما، الرؤساء هذوما راهم مراحم المجتمع، مراحم منظومة، مراحم مساحة سياسية، ما تبقاش ديما هما أكيد هما رأس الأمر كله، ولكن النخب تحمل مسؤوليتها، الشعوب تحمل مسؤوليتها، الوعي تحمل مسؤوليته. ما تم الامر مترامي، ماهوش انا نرجع بيك انت كل مره تدخل المساله الجزائريه نرجع بيك ل 92. نعم، تقول 92 راهو في 92 جت الناس كل 100، انا نتذكر في 89 و88 و89 الناس تعلقوا الحريه والحمام طاير. صح. في 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 جهه الاقبال وفي كذا وفي اسمه في الشرق وفي الغرب وفي ايوه. بعد وقت في 92 علاش خرجوا يقولوا الجيش دخل وقف المسار الانتخابي، المسار الانتخابي، علاش ما خرجوش 200 ألف في الشارع وناس تعيط وكذا وطلب في المؤسسه العسكريه باش تدخل؟ لا، ماهمش حدا. الشعوب يلزمها تدخل مرحله وعي. انا نقول لك حاجه، في تونس كما برشا في الدول العربيه، في تونس النخبه الطماعه ما حبتش الانتقال ينجح. وراهنت على طمع كل إنسان، يقول لك حتى في آخر لحظة، الآخر لحظة وهم يراهنوا على طمع جشع، حتى الكلاب ما ترهنش في آخر لحظة، وهما بعثوا طائفة منهم، طائفة ثقافية موتورة موصولة بالنفايات الفرنسية، مش بالعمق الفرنسي، بالعمق الثقافة الفرنسية، بعثوها باش تكتب بالدستور وباش تمشي مع قيس سعيد على أساس مكاسب أيديولوجية، على أساس أنت مرسول. نعم. للقضاء على الإسلام وتنظيمه من داخل هذا الدستور، وهذه مهمتك، واخبر كل شيء وتحمل الضغط. فلما مشى وحط ليه الفصل الخامس جن جنونهم وهبلوا وانقلبوا عليه. كيفاش انت تقول لي الشخص هذا ما يهبلش وما يطلعش وما يشوفش روحه معناه امبراطور وفرعون ويجمع هذوما الكل وقيصر وكسرى؟ نعم. يجمع، لانك انت عندك، لانه هو فايق بالساحه. شنو هو فايق؟
مهما يكون هو مش ساذج الى الدرجه هذه، هو حتى انسان بسيط شوي عنده حد ادنى من الفهم السياسي. يفيق ان الساحه دي فيها قطعان من الذئاب ومن الثعالب الطماعه اللي يقدر يخدم بها. خدم به في البرلمان، علاش نحن ما كناش نعيطوا؟ نعم. سايب المؤسسه الرئاسيه هي المسؤوله على حمايه البرلمان، وقف الامر هذا، ما حبش يوقفوا. وعلاش الناس تخدم اللي كانت تعيط داخل البرلمان وتعرب داخل البرلمان وتقدم في صوره للشارع، علاش مشي تو قاعده مشي تو تعض في صباحها؟ مازال استاذ سويلمي، مازال كانت اصوات يعني حتى اليوم فيه اصوات، كاينه جبهه الخلاص الوطني مثلا اللي دارت كوميونيكي بيان وطلبت قيس سعيد انه يستقيل ويفسح المجال لتنظيم انتخابات رئاسيه وتشريعيه مبكره. جبهة الخلاص حاجة أخرى، نتحدث فيك على إطار أخر. جبهة الخلاص من أول من 26 وهي موقفها واضح، هذا من الناس ضد الانقلاب، واضح الأمر مع مواصلة المسار الديمقراطي. ومع نتحدث فيك على الأطراف الأخرى اللي راهن عليها قيس سعيد، واللي وصلت قيس سعيد، واللي قنع دخلت قيس سعيد دودة في رأسه بأنه هو فعلا راه مصلح وراه لقمان الحكيم. الرجل ما كانش، الرجل في 2009 في 2011 2012 2013 كان عنده رأيه، ولكن عندما تشوف خطابه وتحلو تلقاه عنده حد أدنى من الغرور. اليوم إنسان معبي بالغرور، ينزل منه نزان. علاش؟ قالته طائفة معينة، نوعية معينة من الناس اللي عرفت بال 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 بالعشرية السابقة وعبثت بالمشهد وكرهت الناس في السياسة وكرهت الناس في الأحزاب وكذا. كانت خطة مدروسة بشكل كبير جدا. طبعا تم سطح الصورة، تم عمق الصورة، يعني حتى سطح الصورة، لأن هذه كلها بياتق لعمق آخر أكثر عمق. حب يدمر التجربة، حب يدمر الواحد عنده عمق، عنده ارتباط خارجي في غرفة العمليات في أبو ظبي وغيره. أما قيس سعيد راه الأنظمة هذه، الرؤوس هذه راهي ما جاتش من فراغ، راهي تم مقولات كبيرة، ابن خلدون وسيد قطب وكثير من المقولات اللي تشخص الشعوب. نعم. بالنبي وما أدراك بالنبي، قابلية الاستعمار. نعم. قابلية الاستحمار وقابلية الدكتاتورية، زي قابلية أن يركبك دكتاتور. هذه كل يلزمنا نغوصوا في عمق الصورة. هذا أستاذ سويلمي، ما عندناش الوقت باش نغوصوا مليح للأسف، حوار شيق، ولكن سؤال الأخير إليك أستاذ سويلمي هو أنه أين المخرج يعني اليوم بالنسبة لتونس؟ كيفاش نعاودوا نوليو المسار الديمقراطي؟ كيفاش نعاودوا نتكلموا على الياسمين في تونس؟ خطر كبير جدا انك تقنع الشعوب ولا تقنع الناس اللي تحب ولا الكتل ولا الناس اللي ماضي في النضال، تقنعها بانه الامر يتعلق بازرع. كما برشا ناس على غالب سطحيين كانوا يقولوا سيسقط غدا، انتهى قيس سعيد. لا ثم منهجيه في تناول الامر، وثم مراكمه، وثم نضال، وثم قناعات. نعم. انا السيد هذا سيسقط سقوط ذاتي، ما زالت النخبه السياسيه غير قادره انها تسقطه. وانت اليوم لما ما تدخلش في دوله كيف تونس عندها 12 مليون، لما ما تنزلش للشارع وتواظب على الشارع ب 50 الى 100 الف، ما تقدرش تعمل حاجه كبيره ياسر. لكن هذا ما يمنعش انك انت يلزمك تراكم نضالك، يلزمك تمضي، يلزمك تكون متواجد في الشارع، لأنه هو بدأ قصة التراجع نتاعه، ولأنه سيتآكل من الداخل، لأنه في الأخير باش تفيق الناس اللي هذا الكل ما يجيبش الزيت، هذا الكل ما يجيبش السكر، هذا الكل ما يجيبش القمح، هذا الكل ما يوفرش لهم حياة محبوحة، هذا الكل ما يجيبش وظيفة. في الأخير والراجل قادم على بنك النقد، صندوق النقد الدولي، باش يقدم تنازلات مؤلمة وباش يعمل عملية رفع دعم كذا. أنا أتساءل الأحمق هذا وين يحب يمشي؟ الأصل فيه إنسان قادم على كارثة اقتصادية، لازم يرتب أموره مع مختلف الأطراف الاجتماعية النقبية السياسية الإعلامية كذا، مختلف النخب، باش يريد الشارع، لأنه يوقع صدمة. ولكن فيما يخص نعم أستاذ سويلمي، فيما يخص النخب جستمو، هل فيه إرهاسات؟ هل فيه يعني مبادرات؟ هل فيه تجمعات، تكتلات يعني ممكن يعني تسعى في هذا الطريق يعني؟ أو أنه صعب جدا، لأنه مثلا لو نقارن مع الجزائر اليوم يعني ما كاش يتكلم، يعني تكلم تروح للحبس.
ماناش نسمعوا الأستاذ. عندنا مشكل استاذ، درك نعاود نولي الاستاذ، للاسف كاين صوت مشكل في الصوت. نفس السؤال استاذ سامي. لا هي موجوده، هل النخبه ممكن؟ موجوده، موجوده عندنا، لانه احنا انا قرات يعني قرات عبر المواقع الاجتماعيه امس واليوم انه فيه مضايقات كثيره في تونس على حتى على النشطاء. هو يبدو لي احنا من حظنا في تونس ان المضايقات لم تصل الى درجه زين العابدين. وي سي فري، عندكم ليكسبيريونس مع زين العابدين. هذه واحده يبدو لي من حظنا مزيان. عاد انت هو الان الاستفتاء، هو الان انا متاكد مليون في المئه اتمنتم البن تاعكم عشتوه هي بنتو. صحيح، لا اعتقد انه هو اليوم في ذهنه البلاد كلها في جيبه. انا متاكد حتى في حديثه، حتى في كلامه الاخراني قال هذه معجزه. هم مش قال معجزه بكل مقاييس. نعم يعني في راسه في باله، يعني قلت لك هو يكفي ان يعتمد على بصيص من الناس تطبل له وتذكر له حتى لين يعتقد انه سيبون بالنسبه لي هو وبعض القوى ايضا الخارجيه. اي طبعا، لا والباقي الكل، الناس الكل بما فيهم الاعلاميين والصحفيين المشهورين في تونس اخرهم محمد بوغلاب. الرساله اللي بعثها اليوم في الاذاعه معناها هو نفسه يقول قل يمكن نقعد يمكن ما نبقاش، معناها رساله خطيره جدا. يقول له في نهايه الامر سيما معناها اكرم نفس اكرم لحيتك بيدك اخر سيما انت لين فشلت حقيقي. معناها مش بالتالي انا اعتقد انه ميغرناش هالمظاهر هذه، هي جزء من الصوره صغيره جدا. تفضل سي نعاود نولي عندك. عاود معنا، عاود ولا معنا الاستاذ سويلمي. استاذ سويلمي واصل من فضلك. نحن قلنا بانه الوضع في تونس يختلف على كيف. نعم مسموع الامر، مسموع صوت. نعم تفضل. الوضع في تونس يختلف قليل، لانه في تونس صحيح كما يقال باعث الامر، لكن باعثه ليس بقيس عين. اي طبعا بعثوا لي اغراض متعدده من الاغراض الايديولوجيه لتصفيه خصوم الايديولوجيين، وتم شكون تصفيه اصل الهويه والتوازن اللي صفوها تماما على غرار المعركه اللي قاعد تقوم في فرنسا. معركه فرنسا على الاسلام راهي ماهيش مفصوله على النخب اللي قاعد تقوم في معركه في تونس. لكن وين الاشكال؟ الاشكال عند قيس سعيد اللي مش موجوده عند كثير من الدول الاخرى. قيس سعيد انه عنده نقطه فرانكفونيه يساريه قوميه طماعه. نعم. نقطه ما ترضاش ليك بالكوتات انه خلاص زعيم انت زعيم ونحن سنكون تحتك كذا. لا كبرت على الامر هذا واصبحت الهدف نتاعها، ولو كنت تشوف انها شمس الان في مقاومته لانها كانت تقدم فيه على اساس انه مش يقضي على خط الايديولوجي. نعم. لكن الان ما تقدرش انت، ما اليوم معارك الاطراف الدول الاخرى، الدول القمعيه العربيه الاخرى، معاركها كانت تقريبا مع فصيل سياسي واحد، مع واجهه واحده هي الواجهه الاسلاميه. الان انت تنجم حتى الواجهه الاسلاميه تنجم ترخص، اعتقد انا باش ترخص شوي وتسيب الصدار للقوى الجشعه اللي كانت طامعه في انه تضرب كثير من العصافير بحجر واحد. شكرا. تقضي على الاسلاميين، تقضي على الواحد، وتقضي بعد على قيس سعيد بما انه في ذهنه هو انه رئيس غبي ما هو الا دميه ستقوم باستعماله وبعد تتخلص منه. وكثير نحن شفنا طارق شعبان تاع المنظومه القديمه. نعم. وشفنا رؤوس المنظومه الثقافيه الفرنسونيه، شفناهم كيفاش يتحدثوا يقولوا خلينا الساعه نرتاحوا من النهضه وتو بعد نشوف. شكرا استاذ سوي. في طياف نشوفوا هذه كثير من الاشياء، معناها يحب يمسح الاخر بعد قيس سعيد يتخلص منه، ثم قوى كذلك. نعم. عند الامنيه هذه باش يتخلصوا منه شب. اذا في تونس الامر يختلف، لانه ثم كثير من الاطراف، ما ثمش طرف واحد باش يتم التداول، ثم كثير من الاطراف ماهيش راضيه وما تقدرش تكون تحت جلد قيس سعيد. شكرا الاستاذ نصر الدين سويلمي، اعلامي ناشط سياسي وحقوقي، يعطيك الصحه، الى الملتقى ان شاء الله. شكرا. اخر كلمه سامي عبد السلام هنا في الاستوديو. شكرا سيد الرئيس. شكرا. هذه رساله للرئيس. شكرا على ان واخيرا بان الفاسق والفاجر والمنافق. شكرا لك سيد الرئيس ان عريت الانتهازي والانبطاحي والابتزازي. ألف وألف شكر
سيدي عفوا سيدكم أنتم، أنتم العبيد وأنتم السقطة، وأنتم من صنعتم الصنم وهللتم وكبرتم وحمدتم حتى صار النكر معرفة والصغير كبيرا والوضيع عاليا. شكرا سيد الرئيس. لقد خرج الزعيم في زينة واصطف العبيد وزغرة، وعلت الحناجر وتجمهر، يمشي بين الصفوف وكأنه نبي مبشر ومرسل، أتى به وحي السماء ليحول البلاد جنة والعباد ملائكة، يمشي وقد ظن أنه منتصر ورافعا يديه مسلما مستبشرا بنصر دائما وأبدا. ألا أيها المغرور مهلا، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال حكيم يوما: لو خيرت بين مقاومة الدكتاتور والعبيد لما اخترت العبيد المقاومة. شكرا، يعطيك صحة. يعطيك صحة، كلام رائع. شكرا، شكرا أستاذ سامي عبد السلام، شكرا لسامي لبشير عبد السلام، وشكرا للأستاذ نصر الدين سويلمي. شكرا لكم جميعا على المتابعة وحسن الانتباه. نلقاكم في حصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.